داخل كان داخل هي مدينه وجده القديمه، المدينه القديمه اي على حسب ما يعاودوا الاباء ديالنا والجداد ديالنا. كان يقول لك هذيك باب سلوى كتسد. تعال سبقونا يا جدعان. شويه بقى على الجمال ده، هو المفروض ان دي جنينه. اخر فيديو ليا النهارده في مدينة وجدة، تحياتي لأهل الشرق، تحياتي لأهل وجدة، تحياتي لأهل المغرب. النهاردة طالع بقى خروجة عائلية وجدية، تعالوا نشوف هنروح فين. يلا بينا. عم حسن. نعم حبيبي عم حسن، والله اسمح لي على الروينة اللي انا دايرها لك. الا ما حبيبك احمد حبيبي حبيبي الله ده جوز خالة هاجر يا جماعة. عم حسن يعني الطيبة الله يعطيك الطيبة، وطبعا مش بعيد على اهل وجدة، يعني الطيبة دي حاجة معروفة يعني. فهو النهاردة قال لي انا هوديك سيدي يحيى، صح يا عم حسن؟ ايوه. الناس طلبت وانا طلبت وهو ما تأخرش، قال لي نوديك سيدي يحيى. مرحبا بك حبيبي. حبيبي ما تحرمش منه. وجدة معروفة بسيدي يحيى والله. والله. هنشوف مكان طيب بعد سيدي يحيى ولا؟ هنشوف مكان طيب، اديك باب سيدي الوهاب. تمام. هذه المنطقة دي المدينة وجدة. طب خلاص اللي معروف هو باب سيدي الوهاب وسيدي يحيى. اتفقنا خلاص. وحلاتك احنا في طريق جديد يا سيدي معافى. باش نمشيو سيدي معافى. طيب ده الجبل اللي ايمن طلعني عليه. جبل. شوفوا كده يا وسيم، جيب الجبل. صور الجبل. ايش صور لهم الجبل ده يا جماعه؟ الجبل اللي طلعوني وسيم وطلعوني ايمن وانا ما كنتش اعرف اسمه ايه. شباب سيدي معافى مطلعني جبل مش عارف اسمه ايه يا جدع. ايش هات هات نصور وسيم معانا بقى. هقول هاي هاي. هتوديني فين يا وسيم؟ سيدي يحيى. رحتوا قبل كده؟ ايوه. مشيت ليه؟ مشيت لي. زوين؟ زوين بالزاف. تبارك الله عليك يا وسيم. ايش حبيبي عم حسن، والله ما نتحرمش منك. هادو ولاد عم حسن يا جماعه، ايمن دكتور، ووسيم لسه في سنه كام يا وسيم؟ في سنه كام؟ 14. لا انت سنه دراسه؟ التاسعه. التاسعه؟ في اسانسير؟ كان الاسانسير كان المصعد. اصل احنا ما عندناش التاسعه، احنا اخرنا سته او ما اعرفش اتلغت دلوقتي السته عندنا في مصر. في مصر. فنوصل لسيدي يحيى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. طب احنا في التاريخ يا سيدي معانا. بص السماء طالعه، الله اكبر، صوره جميله، صوره جميله. يلا ننزل ناحية سيدي يحيى كده وناخد لوجو فلوجو من هناك بقى. يلا بينا. المدخل الرئيسي. المدخل الرئيسي لسيدي معافى. انت هتخش منه ولا ايه؟ منتزه سيدي معافى. ما هو ده الباب اللي احنا طلعنا منه يا ايمن، صح؟ لا مش هو ده، مكان تاني؟ ده هو الباب الرئيسي.
هنا؟ واحد يا سيدي هنا هادي يا سيدي المنطقة دي هادي نغيدو باش تغيدو غيدو شويه بقى على الجمال ده هو المفروض ان دي جنينه فيها ضريح سياحي فيها ضريح سياحي تمام ودي جنينه في نفس الوقت واي حضرتك تمام ما شاء الله الله اكبر معروفين بالطبيعه كمان يعني هذه هاي الأزمة. بتقول كانت إيه عمي؟ كانت هالول كانت غير معروفة غير بالماء واليوم تفتحت عليها. حصل تعديلات. تعديلات. بشو ولا هذا هذا الجمال ديالها. ما شاء الله. ما عندي منقول. صح أنا مش بتقوله كده؟ ما عندي منقول. ما عندي من نسألك. يا وسيم مالك؟ حشمان. حشمان. شوي. شوي. كانت زمان في الداخلات اللي يجي يخيموا فيها يخيموا؟ يخيموا هيا يجوا يخيموا بحال راهم في السعودية ولا راهم في شي زي شاطئ بحال الشاطئ كانوا يجوا هنا؟ هنا فهنا هيا هنا كيجوا يخيموا هنايا وكيخيموا بالشاطئ وكان هي واحد الماء بحال كان الناس كتعوم فيها وكتعوم فيها كان العود بالماء ديالو سيدي ايوه فهمتك مع الماء مشى ما بقاش الماء بحال سيدي حيا بقات تمشى اها ومن بعد دخلوا على هذا البلاد بهذا الشكل هذا هذا هو النص ديال هاي النص ديال انت راح فين انت؟ يا غالي فين غالي اسف فين غالي السلام عليكم السلام عليكم خذ الكورة يلا لا شو اسمك لا 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 ايوه كده ربنا يخلي يا رب خذ يلا قولهم باي باي يلا باي سلام عليكم تعال ناخد دورة كده ونروح على الطريق ولا اجوش زي بغيت ايه ده يعني شفت الهضره فرنش ما اقولكش ادو روا اجوش زوينه والله انتوا عندكم ما شاء الله كمان الطبيعه معروفه خاصه وخميسه يعني ما شاء الله يعني مالك ساكت اجي 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 ايوه اجي اجي مالك ساكت تعالى نطلع كلنا اهو كده احنا طلعنا كلنا اهو ما شاء الله يعني بس المنظر عامل ازاي منظر عادي وجيت له وجده ما تشوف سيدي حيا حشوم عليا انا ما شفت فيه والو اكيد حشوم عليا عم غيمة نهار الغيمة ايه ده؟ انا كان عم نهار الغيمة اها وكان كان يدور الماء المية دي بتعلى ولا بتفضل في المستوى؟ لا في هذه تفضل في هذه المستوى اه لكن ما بتعلاش العربيات دي بفلوس العربيات دي بفلوس خلي بالك اه السلام عليكم في دايرين لباس؟ لا بس من الزريعة عندنا اسمه لب
لب. هذا ضريح وادي ضريح وادي او كاسمي نفسي اها الوالي الصالح سيدي محمد بن طالب للأسف الضريح سدينه علشان الكورونا هذا هو الباب دياله أجي 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 حظنا بقى نعمل ما عندناش نصيب ما عندناش ما كاينش الزهرة عشان ندخل مقفول بس المهم احنا برضو جينا شفنا وجيش الظاهر هنشوف مكان تاني نشوف هنروح فين ونبلغكم خليكم معانا بما اننا دخلنا ضريح سيدي يحيى ولقيناه مقفول فما عندناش الزهر بقى زي ما قلت لكم عم حسن هتودينا فين تاني باب سيدي عبد الوهاب سيدي عبد الوهاب سيدي الوهاب ده عباره عن ايه هذه باب سيدي الوهاب معروفه في مدينه وجده تمام هو الاصل ديالها هي هذه هذا هو باب سيدي الوهاب والداخل كان داخل هي مدينه وجده القديمه المدينه القديمه اي على حسب يعاودوا الاباء ديالنا والجداد ديالنا كان يقول لك هذيك باب سيدي الوهاب كتسد ملي كتجي تازال كتسد فهمتك كتسد غادي نمشيو نشوفوها ونشوف هذيك المنطقه تاع البيبان ديالها مسعيد صافي يلا غير انه في هذا الوقيته ما خلاوش هذيك السور تبع سيدي الوهاب بحال اللي حرموه حيدوه شي شويه ما بقاش هذاك الشكل اللي كان نهار الاول طب خلاص نشوف سيدي عبد الوهاب يلا بينا معانا نشوف سيدي عبد الوهاب ده طريق دائبه هذه تاريخ ديال سوق الفلاح سوق الفلاح اي شويه هنا في الباب فين هو اللي تصور بس عشان الشرطي عشان ما يقولش لها تصور طريق الى باب سيدي الوهاب ده الطريق اللي سيدي عبد الوهاب الساحه الكبيره بحال الشكل ديال بحال الجمال في هذوك الشكل ديال الحيقيه مزيان الجو بيشتي علينا يا جماعه بقى ما سامحونا بقى سامحونا الجو كان بيشتي دابا والله احنا اكل هاي كان فصلك اللي في الوش هذا في الوجه وهذوك الجدود ديالنا اللي في القدام شنو كانوا يقولوا لنا ابدا كان يقول كانت هذيك باب السر كتسد وجده هي السكان ديالها هي اللي كان داخل هي وجده هي الداخل كانت داخل في هذاك السوق في المدينه القديمه المدينه القديمه اسمح لنا المدينه القديمه فهمتك
هو المفروض اصلا ان في كده. هو انا في ناخذ دوره كده سريعه عشان الجو يا جماعه سامحونا. سامحنا اما حسن نزلتك دلوقتي يا جماعه. الجو عامل ازاي؟ تبارك الله الله اكبر. تعال سبحونا يا جدعان. عم بلي بابلولي الجو يا جماعة ما اقولكوش قسما بالله ما اقولكوش على الجو. سامحونا بقى يا جماعة هنصور في العربية شوية بس انتوا شايفين المايه مش عايز تسكت. ده في رعد حصل ولا انا بيتهيألي؟ داير ها واخد داير ما داير بس اه تخرص عليه شي شوية ودوري الى المغازان هذاك الصبح اللي حطموه مابقاش باين. ايوه فهمتك. وغادي كنشوفوا الحديقة للعيشة هادي؟ حديقة حديقة للعيشة؟ لا للا مريم. اه للا مريم اه حديقة للا مريم إذا شفنا غنشوفوا الصور هيك أو الصور هيك مع الحديقة كله صور في خشنة الشارع محمد أبيس اللي كانت الولاية نغلو ومن ثم تدخل الوجهة القديمة. أيوة فهمتك. ما عاملة زي هاي خش من الصور هو خش من جديد الصور.
دلوقتي بقى وصلنا لمرحله التلج، في تلج صغير وهتحس يعني انت هتعرفه من الصوت. في تلج. في اقل من ثانيه. زي ما انتوا شفتوا، زي ما انتوا سامعين كده اللي حصل فينا، الريونه اللي حصلت فينا دي، بس ده خير طبعا. ما سخناش بيكم، كنا ناويين نروح كذا مكان تاني عشان ده اخر فيديو لينا في وجدة، فسامحونا بقى لو يعني ما عملناش الفيديو ده زي ما المفروض ان هو كان يمشي يعني. فتحية كبيرة لأهل الشرق، تحية كبيرة لأهل وجدة، أهل الطيبة، تحية كبيرة لأهل المغرب. نشوفكم على خير، مستنيين تعليقاتكم وكومنتاتكم ورأيكم في الفيديوهات اللي عملناها في الرحلة بتاعتنا بتاعت وجدة. نشوفكم على خير، نشوفكم في الرباط. السلام عليكم.